السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 17 أغسطس 2023. وبداية من نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الصادرة بالأمس، أظهرت النتائج أن هناك العديد من الأعضاء يرون أن معركة التضخم لم تنتهي بعد، ويجب الاستمرار في الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، بل وذهب البعض إلى أن الفائدة تحتاج إلى المزيد من الرفع. برغم من وجود هناك بعض الأعضاء الذين يرون بأن هناك عوامل تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم، وأن التباطؤ الحالي قد يستمر، إلا أنهم قد دعموا فكرة التوقف بشكل مؤقت فقط لرفع الفائدة، ورؤية تأثير القرارات السابقة لرفع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي، مما يعني أنه لم يكن هناك أي عضو يدعم فكرة إنهاء وتيرة التجديد النقدي، وبالتالي كان هناك مكاسب محدودة للدولار الأمريكي، ولا تزال النظرة الشرائية قائمة على المدى القصير فقط وليس الطويل. مستوى المقاومة التالي كما هو موضح للرسم البياني ستكون مستويات 103.66، ويجب جني الأرباح لعمليات الشراء على المدى القصير قرابة هذا المستوى، وإذا تم اختراق هذا المستوى يمتد الارتفاع التصحيحي إلى الحد العلوي للقناة قرابة مستويات 104، ولا يجب بيع الدولار الأمريكي إلا في حال كسر مستويات 102.77. انتقالا إلى تداولات اليورو دولار، ونلاحظ استقرار تداولات الزوج داخل قناة سعرية هابطة على الإطار الزمني النصف ساعة، يجب استغلال أي ارتفاعات داخل القناة السعرية لبناء تمركزات بيعية وجني الأرباح قرابة مستويات الدعم قرابة الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة، وتظل تلك النظرة أيضا البيعية قائمة ما لم يتم اختراق مستويات 10.65. وانتقالا إلى تداولات الاسترليني دولار، ننتظر كسر واختراق مستويات 1.2820 للشراء باستهداف مستويات 1.2990، وتظل تلك النظرة قائمة أيضا في حال استقرار التداولات أعلى مستويات 1.26. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أيضا مستمرين في النظرة الشرائية، وقد يتم استهداف مستويات 148 خلال الأسابيع القادمة، تظل تلك النظرة أيضا قائمة ما لم يتم كسر مستويات 141. وبالنسبة لتداولات الذهب، تم الإشارة بالأمس إلى أنه في حال عدم تكون شمعة ابتلاعية صاعدة فإن الضغوط البيعية ستستمر على الذهب، يجب الشراء فقط في حال تكون شمعة ابتلاعية صاعدة على الإطار الزمني اليومي وأعلى مستويات 1900، دون ذلك من المتوقع أن يمتد التراجع الحالي إلى مستويات أقل انخفاضا، خاصة في حال الإغلاق أسفل مستويات 1900 هذا الأسبوع. وانتقالا إلى تداولات النفط، تم الإشارة بالأمس إلى أن كسر خط الاتجاه الصاعد على إطار الزمن 4 ساعات سيدعم المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، في حال كسر مستويات 78.90 من المتوقع أن يمتد تراجع أسعار النفط إلى مستويات 77.70. وأخيرا بالنسبة لتداولات داو جونز، تم الإشارة أيضا بالأمس إلى أن النظرة البيعية قائمة، ولكن في الوقت الحالي قد نشهد تصحيح صاعد إثر عمليات جني أرباح لصفقات البيع السابقة، الارتفاع الحالي قد يمتد إلى المستويات 35,000، وفي حال اقتراب هذا المستوى يمتد الارتفاع إلى 35,135، في حال تكون أيضا شموع بيعية قد يستأنف الداو جونز تراجعه مرة أخرى خلال الساعات القادمة. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.